تقول والدتي تتلفظ علي بألفاظ حادة، ولكنني في بعض الأحيان أغضب فأرفع صوتي عليها طالبا منها السكوت، فهل علي ذنب؟ لا يجوز للولد أن يرفع صوته على والديه، قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما، قل لهما قولا كريما. من العقوق أن الإنسان يرفع صوته على والديه ويزجر والديه، هذا أمر لا يجوز، قد أمره الله بالقول الكريم أو خفض الصوت واحترام الوالدين، لأن هذا من حقوقهما عليه، فالواجب عليه التوبة إلى الله وترك هذا الشيء. وللوالد أن يأمر ولده أن يزجره وأن يتكلم عليه إذا رأى منه ما لا يليق، من حق الوالد أن يؤدب ولده وأن يزجره عما لا يليق به من الأخلاق، أما الولد فليس له أن يزجر والده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.